إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ارحمنا يا ربنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، كان صلى الله عليه وسلم يصل من قطعه، ويعفو عمن ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه، وكان يقول: أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. صدقت يا سيدي يا رسول الله. كن يا حبيبي لي شفيعي عندما تفنى الحياة وينتهي التشييد. لك يا ابن عبد الله في صبابة، فالقلب ينطق واللسان يعيد، فأذن لنا أن نذكر اسمك دائما، فبنور ذكرك يعذب الترديد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات فجر جديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. وننقل لكم من هنا صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. نتلو آيات الكتاب، نصافح بها الآذان والقلوب. والقرآن الكريم أيها الإخوة المؤمنون، من مفتتحه إلى مختتمه يوجه العباد إلى التعلق بالله واستحضار عظمته وعمارة النفوس به. وإن قارئ القرآن الكريم الذي يستحضر مراد الله في الآيات التي يقرأها في وقفه وابتدائه، في سكناته وحركاته، في خشوعه وتدبره، فإن قراءته تصل النفوس بالله، لأنها حتما ستحرك القلوب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فهيا بنا نحرك قلوبنا، ونعطر الأجواء، ونطرع الأرجاء،
بهذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية رقم 20 من سورة المزمل إلى الآية 56 من سورة المدثر نهاية السورة، يتلو علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر
سأصليه سقر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض، وليقول الذين في قلوبهم مرض كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر،
والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر فرت من قسورة
بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. يا قارئ القرآن رتل وارتقي، متع فؤادك بين هاتيك السور، يا قدوة للناس يسعى بالهدى كالطل للأزهار في الصبح الأغر، اهنأ لهذا الفضل من رب السماء واشكر فإن الله يجزي من شكر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي حركت قلوبنا بذكر الله عز وجل، تلاها علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينع، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الأوقات النيرات تحلو بذكر الذاكرين ودعاء المستغفرين الذين خافوا من الذنوب فما ناموا وتشوقوا للجنة فقاموا وتذكروا القيامة فاستقاموا وتفكروا فاجتهدوا وداموا، منازلهم عند الله عظيمة وأنفسهم عليه كريمة، تتنزل عليهم الملائكة بالطمأنينة فلا يخافون وبالسكينة فلا يحزنون، وتبشرهم بالجنة التي فيها كل ما يشتهون ويطلبون. نعم، وصدق الله عز وجل إذ يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع أكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
سيدنا محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت، وبها نبعث إن شاء الله، اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا، احفظ مصرنا، حقق لها الأمن والأمان والسلم والسلام يا رب. إلهي، إلهي يا لطيف، أجب دعائي وجد لي بالرضا، وجد لي بالرضا، وأذم هنائي، وجد لي بالرضا وأذم هنائي. إلهي، إلهي، قد أتيتك بانكساري، إلهي قد أتيتك بانكساري، وما لي حيلة إلا رجائي. إلهي، إلهي، أنت مقصودي وذكري. إلهي، 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 أنت مقصودي، أنت مقصودي وذكري، وجودك سيدي، وجودك يا رب، وجودك سيدي يمحو شقائي. إلهي،
إلهي إلهي لا تعاملني بفعلي وعاملني وعاملني إلهي لا تعاملني بفعلي وعاملني بجودك والسخاء إلهي 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 نجني من كل كرب نجني من كل كرب نجني من كل كرب وقربني وقربني إليك يا يا رب يا رب إله نجني من كل كرب وقربني إليك وقربنا إليك وقربنا إليك وقربني إليك وزد صفائي وقفت ببابك وقفت ببابك وقفت ببابك وقفت ببابك وقفت ببابك يا رب يا رب يا رب وقفت ببابك الأعلى ذليلا يا رب يا رب وقفت ببابك وقفت ببابك الأعلى ذليلا ومن ذنبي ومن ذنبي ومن ذنبي أذوب من الحياء وقفت ببابك وقفت ببابك الأعلى ذليلا
ومن ذنبي أذوب من الحياء يا رب يا رب يا من أحب وليس لي إلا عفوا إذا أخطأت يا الله. أنت العليم بكل شيء. هذه دموعي في يدي، قد جئت قلبا تائبا فامنن بغفران علي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر
لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. عشنا معه الابتهال والدعاء والتضرع لله عز وجل قبل الأذان بقلوب ترتجي عفو الله عز وجل ورحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا الدعاء خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هي الصراط الأقوم والنموذج الأمثل الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون في كل زمان ومكان، فما من خير إلا وقد دلنا عليه صلى الله عليه وسلم، وما من شيء يقربنا إلى الجنة إلا وحثنا عليه ورغبنا فيه، وما من شيء يقربنا إلى النار وفيه الضرر والشر إلا بينه لنا وحذرنا منه. ومن الأخلاق العظيمة التي نحن في أمس الحاجة إليها في زمن ربما قد ضاعت فيه خلق الوفاء. هذا الخلق اتصف به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه حينما قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إن هذا الخلق نحتاجه أكثر ما يكون مع من لنا بهم صلة متكررة، فالأرحام وخاصة الوالدان هم أحق الناس بالوفاء، فهم أعظم الناس عليك يدا. ولو بذلت عمرك كله خادما عند قدميهما ما وفيت إحسانهما، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأن لك أن ترد وفاء لوالديك وقد بذل لأجلك مهجتيهما وبذل لأجلك كل خير ومعروف، ولو توقف ذلك على حياتهما. ولذلك لن يوفي أحد حق والديه مهما بذل ومهما أنفق. ولعل الله تبارك وتعالى يرضى عنه بوفائه وبره لهما. كذلك الوفاء للجيران، قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. نعم، أيضا الوفاء للأصدقاء، الوفاء للزملاء، الوفاء لكل من تربطك به صلة، الوفاء لكل من جالسته ولو لحظة
فإن له من الحق أن تفي له وأن تكون قائما بحق هذا المجلس الذي جلسته معه. والعرب كانت تقول دائما الحر يحفظ ود ساعة، وهكذا يكون المؤمن في حفظه لحقوق الآخرين والوفاء معهم، الوفاء للأصدقاء والزملاء. لو ساد الوفاء في كل شيء لزالت النزاعات ولساد الود والحب. فما كل من تهواه يهواك قلبه، وما كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس في خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن فيها صديق صدوق يصدق الوعد منصفا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وأن يزين الإيمان في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينع، ومنه حتى إقامة الصلاة نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا تراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم
ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا يرحمكم الله سووا صفوفكم واستقيموا من وصل صفا وصله الله استووا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم وإماما، القارئ الطبيب أحمد نعينا. وكان معنا مبتهلا ورفع نداء الحق
المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية مهندس جمال عبد الكريم الماحي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق، تامر عبد الغني، لبيب عبد الهادي، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيت مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، وزميلي رأفت موسى من استوديو البرنامج العام، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى استديوهاتنا هنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر شوال من عام 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس عشر من شهر مايو من عام 2023 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.